كبصارة كان الحفل وبه رسمت الابتسامة على شفاه ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية قسنطينة. أنشطة ثقافية، تهريج وسكتشات برع فيها شباب أرادوا من خلال هذا الحفل الذي تضمن توزيع منح مالية معتبرة، إضافة إلى إطراب آذان هاته الفئة من المجتمع بأعذب الأغاني والألحان من مالوف وعساوة وشعر يخالج الوجدان. هو جو بهيج رسمته شعبة المساعدة الاجتماعية بوحدة الناحية الشرقية لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية لمجمع صنع الغاز بقسنطينة، تحت توجيهات السيدان المدير العام للصندوق ورئيس مجلس المراقبة والتوجيه، إضافة إلى خرجات استجمامية مدفوعة التكاليف ستكون لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، وهذا بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بقناة نوميديا نيوز في هذا الحفل المتواضع المقام من طرف الشركة المدنية تحت مسمى صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الطاقات الكهربائية والغازية لمجمع صنع الغاز، تحت توجيهات السيد المدير العام لهذا الصندوق وكذا السيد الرئيس رئيس مجلس التوجيه والمراقبة. قام صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية الوحدة الجهوية للشرق على شرف الفئة ذات الاحتياجات الخاصة في يومهم هذا المصادف ل 14 مارس اليوم الوطني لفئة ذات الاحتياجات الخاصة. بالمناسبة يوم 14 مارس نحيي كل ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر بكل. قبل ما نقولوا صنع الغاز، احنا عودنا ذوي الاحتياجات الخاصة تاعنا، انا كعامل في صنع الغاز وكفنان كل عام نديروا لهم حاجة كما هكا رمزية، ما نساوش بلي كاينين الحمامات ونديروا لهم حوايج، بصح مازالوا يحتاجوا حوايج كثر على هكا، نطلبوا انهم هما يدومونديو وحنا رانا نمدوا لهم، ونطلبوا من المسؤولين تاعنا، حنا اللي متصلين في تاعنا، بصح كاينين وحايد في الدار واحد ما يعرفهم. الفئة هذه لازم احنا اللي نروحوا لها للديار، نروحوا لها للديار وندوروا عليهم. إذا هي مبادرة تذكر فتشكر، وإن كان هذا أقل ما يمكن فعله من أجل هذه الشريحة من المجتمع التي تعيش المعاناة طيلة أيام السنة على أمل أن تحمل الأيام القادمة ما هو أفضل لهذه الفئة. فكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بألف خير.